جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، أهلا بكم. نبدأ مشاهدينا هذه الجولة بصحيفة الأهرام ونطالع منها اختتام فعاليات التدريب المصري البحريني حمد 2 زايد 2 لتشهد استمرار تبادل الخبرات بين الجيشين المصري والإماراتي، خلال لقاء العصار الرئيس البيلاروسي تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المدنية والعسكرية، وفد شركات بيلاروسية في القاهرة قريبا لتنفيذ مشروعات مشتركة. ونطالع من صحيفة الجمهورية، الجمهورية تتابع أول حالة منذ 20 يوما والبداية استغاثة أم الميكروب الغامض قادم من حدود إسرائيل، المرض يهاجم الجهاز المناعي ويوقف عضلة القلب. قرار جمهوري بعثت لمصر لدى حلف الأطلنطي يمثلها سفيرنا في بلجيكا. مصر تبحث مع سويرس زيادة استثمارات أوراسكوم بالسوق المحلية. تشغيل نفق 90 بالقاهرة الجديدة آخر الشهر. أما صحيفة الأخبار فكتبت في عناوينها السيسي يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تلاميذ سوهاج. مفاجأة، تمثال المطرية للملك بسمتك الأول وليس رمسيس الثاني. نجاح تاريخي لمصر في محاربة فساد الكاف. البورصة تحقق صعودا قياسيا وتربح 11 مليار جنيه. بدعم محافظ القاهرة منافذ جديدة لشراء القمامة بالساحل ومصر الجديدة. أما صحيفة المصري اليوم فجاءت أبرز العناوين فيها كالتالي: السفير الألماني بالقاهرة يهنئ مصر باستخراج أثار المطرية. الزراعة تمنح تراخيص ل 25,801 صوبة ومشتل خضروات لزيادة الإنتاج بالمجان. وزير التعليم العالي: لا تعديل في قواعد القبول بالجامعات. أما صحيفة اليوم السابع فكتبت في عناوينها: لجنة القوى العاملة بالبرلمان تعديل جميع مواد قانون العمل المخالفة للدستور. الكهرباء 22,000 ميجا وات فائض بشبكة بنهاية العام الجاري. مفتي الجمهورية يقول: لا يجوز شرعا شرط الزيادة على من أقرضناه لأنها تصبح ربا. الأرصاد طقس اليوم معتدل على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23 درجة. ننتقل مشاهدينا إلى الصحف العربية والبداية بصحيفة الشرق الأوسط. قمة سعودية صينية ومشاريع ب 65 مليار دولار. خادم الحرمين يشدد على تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وجين بينغ يرحب بتطوير العلاقات. الأمير محمد بن سلمان يجتمع بوزير الدفاع وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، وتطابق سعودي أمريكي حول قضايا المنطقة. هولندا تكبح زحف اليمين المتطرف، وارتياح أوروبي بعد فوز حزب رئيس الوزراء الليبرالي مارك ماروتي. من صحيفة الخليج الإماراتية نطالع: تعزيزات ضخمة تصل إلى المأرب لحسم معركة صنعاء. واشنطن تخطط لإرسال 1000 جندي إضافي إلى سوريا، والإمارات تدعم كل توصيات تمهيد الأرضية لحل النزاع. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة ويستهدف زوارق الصيد في البحر. ننتقل إلى الحياة اللندنية وكتبت في عناوينها: موسكو راضية عن دور أنقرة في الهدنة السورية، منوهة بدورها في وقف الأعمال القتالية بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة. ارتياح فلسطيني من اللقاء مع موفا ترامب وتزايد حظوظ عملية سياسية جديدة. مدغشقر تقود اتحاد الكرة الإفريقية الكاف، وعيسى حياته يغادر بعد 3 عقود. وإلى صحيفة الوطن السعودية التي كتبت تقول: الفضاء وصناعة الطائرات والنووي السلمي يتصدر اتفاقيات المملكة السعودية والصين. بوادر خلاف أمريكي إسرائيلي بسبب الاستيطان بعد إخفاق رئيس الوزراء المغربي عبد الإله ابن كيران في تشكيل الحكومة. العاهل المغربي يعفي ويكلف شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية بهذه المهمة. أما صحيفة الغد الأردنية فجاءت أبرز العناوين فيها كالتالي: للمرة الأولى صواريخ سورية تعترض مقاتلات إسرائيلية مغيرة. أنباء عن توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد مؤتمر للسلام في الأردن. القوات العراقية تلجأ للطائرات بدون طيار بمعركة الموصل. الرياض ترمم مع ترامب الحلف الأمريكي السعودي بعد سنوات
من الفطور. ننتقل إلى الصحف العالمية ونبدأ من صحيفة جارديان البريطانية التي كتبت في عناوينها خطر ترامب الجديد كيف حدث وما التالي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر قرارا بحظر دخول مواطني 6 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة. النادي الدبلوماسي الروسي على الإنترنت. مستخدمو تويتر في بريطانيا يشاركون روسيا حربها المعلوماتية ويسلمون زمام التحكم في حساباتهم إلى السفارة الروسية في بريطانيا طواعية. نقرأ من صحيفة ديفيلت الألمانية واسعة الانتشار. اجتماع لمجموعة 20 في ألمانيا اليوم وغدا وسط مخاوف من حرب تجارية مع الإدارة الأمريكية الجديدة. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتا اتفقا على استقبال 150 إلى 200 ألف لاجئ سوري من تركيا كل عام. أما عناوين صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية ففيها نطالع. وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون من طوكيو يقول 20 عاما من الدبلوماسية فشلت في نزع سلاح نووي من كوريا الشمالية. رغم تحضيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمطالبة الكونغرس بتخصيص مليارات الدولارات من أجل أحد أهم وعوده الانتخابية، تزايد الشكوك لدى الجمهوريين بشأن آلية تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك. نتحول مشاهدينا إلى صحيفة واشنطن تايمز ومنها نتابع القاعدة في اليمن فاجأت أمريكا، مقاتلو التنظيم كانوا على أهبة الاستعداد للقتال خلافا لما كانت تتوقعه القوات الأمريكية الخاصة. زوارق بلا ربان. جماعة الحوثي تستخدم سلاحا جديد يثير الخوف من هجمات بحرية على السفن التجارية في المنطقة. نرصد من صحيفة نيويورك تايمز خبراء الأمن القومي الأمريكي ينصحون ترامب بالإبقاء على المعايير الصارمة حول استخدام الطائرات بدون طيار في مكافحة الإرهاب. تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أسكوا وصفت فيه ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بأنها من قبيل التمييز العنصري يثير حفيظة تل أبيب والولايات المتحدة. مشاهدينا الكرام، هذه وقفة مع رسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحف اليوم. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الجولة في الصحف المحلية والعربية وأيضا العالمية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.